السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة دون مشاركات، الحساب عليه بلاغات، الحساب مغيد، الحساب تعبان، الحساب عليه شغل كثير، هجوم من كل الأطراف. أدونا الشير، أدونا الملصقات، أدونا الشير، أدونا الملصقات. أول حاجة، أنا كنت بتكلم قبل فترة قلت لكم درمان فاضية، قلت لك مفروض الناس تطلع لانه حيتفاجئوا يلقوا ما في حاجه. الكلام ده قلناه امس، سلاح المهندسين طلعوا، العمل الخاص والجيش كله طلع من المهندسين. حصل شنو؟ بالعكس، مشوا تقدموا، وصلوا التامينات، وصلوا الضرائب، وصلوا عابدين، مشطوا شارع الاربعين، في شنو؟ ما في حاجه. هالناس زي المحجمينهم مقاعدينهم جوا، هالبلد برا فاضية، هالناس زي مقاعدينهم جوا مخوفينهم. في ناس مستفيدين من الوضع، لكن البلد جويد ما فيها. اللي يطلعوا يقولوا الناس اللي مس طلعوا من المهندسين يقولوا لقيتهم مقاوم، انا اطلع كذاب. ما في. شوف بعض صغار وقاموا جارين، لقوهم بالدفاعات انتهوا منهم. أنا هسه الآن متواصلين معي ناس المويلح، الآن قبل ما أطلع من المويلح قال لي قسما بالله العلي العظيم، الناس دي طالعين برجولهم بدون سلاح، ماشيين على أهلهم برجولهم، ما عندهم ولا جنجويد. ما في يا جماعة، الناس تفهم، البلد ما فيها جنجويد، البلد ما فيها. الناس ديل خلاص الانتصار جا وعارفين بيتحكموا فيه وبيعملوا دايرينه، لكن ما في جنجويد. الان هم درمان، الان دخلوا عابدين والاربعين والتامينات دي من الاول، وغناصين، غناص واحد في العباسية وانتهوا منه في اقل من ثلاثة دقائق انتهوا من الغناص. انا دار اثبت لك حاجة يا جماعة عشان الناس ما تتساق بالخلا. في خطابات طلعت قال لك دم لازم صاحبي رسل لي، ولازم ده كله شغل قحاطي، ده شغل قحاطي ملازم صاحبي رسل لي وقال لي احنا خالفنا وطلعنا. ما في كلام زي ده، انا بقول لك الحقيقة قسما بالله العلي العظيم، لا تقول لي زول خالف ولا تقول لي زول مشى براه، وما في شغل متفق عليه. انا بقول لك الحقيقة، الجيش ده ما فيه، واللي بيخالف تعليمات في الجيش معروف وين. انا بقول لك الحقيقة، الناس دي طلعت فعلا، في ناس بيقول لك خالفنا ودونا ان نحن خالفنا ونحن لا ما مخالف، لو ما موافق فوق والله ما تطلع، لكن ده شغل هون دايرين يقولوا الحاجة دي، وصلوا لرسالة محددة لجهة محددة انه الناس الليلة نظفوا درمان دير ما نحن، احنا مدينا تعليمات، احنا معاكم صادقين، دي الرسالة، نحن معاكم صادقين وملتزمين باتفاقنا، لكن دي خالفوا تعليمات، لكن أساسا داخليا أنا متأكد ما في مخالفة بتاع التعليمات، أنا واثق ومتأكد ومليون في المية، لأنه الشغل ما مش عسكري ولا مش عسكريين ولا مش ضابط ولا ضابطين، كل شلة متكاملة، قوة متكاملة، وهو متكامل مجهزة بعتادة وبذخيرته وبكل حاجة وتشوينة. يعني ما طلع واحد شال بندقيته وقال أنا مخالف، ما طلعوا اثنين قالوا احنا مخالفين ماشيين شالين لهم خزنة واحدة وضربوا نار وقعدوا وماتوا واللحيوا. الشغلة كانت مرتبة، الجيش طلع بترتيب، طلع بشغل مرتب، بشغل اتقدم، بشغل مشى نظف ارتكس، وده الشغل الصح اللي كنا بننادي به. اللي كان مزعلنا شنو؟ انه الناس بتمشي تنظف وبترجع كده، انت ما في فايده كده، انت بتدي مساحه تاني كده، انت مشيت ونظفت والاربعين وعابدين الان تحت حمايتك. التامينات دي برج كبير زي ما هو كانوا فيه غناصين، اعمل حوالينه كله غناصين فوق، منو تاني بيقرب في المنطقه دي؟ منو اللي بيجي داخل بهناك؟ هالمنطقه كده اتأمنت، ما تسمح كلام يطلعوا يبتدى الشغل بتاع القحاطة. يا جماعة نحن عندنا جيش، والحرب دي قامت لهدف واحد، تخط الهدف ده قدامك، الهدف شنو اللي قامت له الحرب؟ الحرب دي قامت عشان تفرتك الجيش،
عشان شنو؟ عشان تفرتق الجيش. يعني لو كونه يجي المخالفة تجي والجنود هنا يخالفوا ويقول لك ده خالف وتطلع الإشاعات، احنا كده هون انتصروا علينا، كده هون انتصروا علينا. الوعي ما كلمة بتتقال، ولا نحن دارين التغيير ودارين نغير برهان وطالبنا بتغيير، ولكن كيف نغير برهان؟ التغيير ده عنده سنة اتبعت في الجيش وفي الشعب السوداني. بيمشوا اللواءات او بيمشي المؤسسة العسكرية بتمشي لبرهان بتقعد معه. التغيير لما نيجي كده المؤسسة بتاعتك العسكرية بتكون بخير وبألف خير. لكن مخالفة التعليمات وكل منطقة مخالفة تعليمات، هنا دي تبقى ميليشيا، وتبقى الناس دي فعلا قدروا انتهوا من الجيش واخترقوه، ويبقى احنا ما عندنا مؤسسة عسكرية. الناس ما تنقل الإشاعات وما تنقل الطلس، دارين الانتصار بتاعك ده استفيدوا منه، استفيدوا منه عكس. انت تستفيد فرحة وقتية، لكن هون يستفيدوا منه انشقاق في الجيش وفرحة طويلة المدى. عشان كده ما تخلي نفسك ضعيف، ما تخلي نفسك لصفحات مجهولة، لحاجات بتجيك وانت ما عارف الكاتبة منه، انت ما عارف الكاتبة منه. الغرف القحاطية الاماراتية شغلها ياسر عرمان، شغله ووظيفته تفتيت الجيش السوداني، يفتتوا بالجنجويد، يفتتوا من داخل، يفتتوا بإشاعات، يفت. المهم الجيش ده يتفرتك. كونك تقتنع بأنه فعلا الجيش ده عايز قالف وفي مخالفة التعليمات، ده كلام ما عنده قيمة. أنا قلت لك الجيش ده مستحيل، ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده. الجيش ده طلع أمس كله قوة واحدة، وطلعوا برا ونظفوا كله، والله على قلب رجل واحد. اختلافنا مع ظافر مختلفين معه، اختلافنا مع القيادة مختلفين معه، لكن الشغل اللمس ده تم بينهم كلهم، عشان الناس ما تشيل الإشاعات تقعد تنقوله وفاكرها ده خلاص فلاحة ودي نجح. ده ما نجح. هنا لما نخالف معناته نحن والناس دي حققوا غايتهم وحققوا إنجازهم. نحن ما غالبنا ندعو للتمرد، لكن كده ما صح. كده أنا ما بجيب وطن، كده أنا بدمر وطن، كده أنا ما بحافظ على مؤسسة، أنا بدمر مؤسسة. في فرق انك انت تحافظ على مؤسستك بالوعي، وفي فرق انك تدمرها بالاشاعات والطلس والنفاق. مؤسستنا تحت القوات المسلحه مؤسسه قويه، مؤسسه عريقه، قاعدين 9 شهور استحملوا الحبس، استحملوا كله، ما خالف، ما في زول خالف، ما في زول طلع. بالنسبه لنا نحن اضطرينا، لكن بالنسبه لهم هم دي مهنيه، ده شغل مؤسسة، ده شغل بتاع مؤسسة عريقة، ده ما شغل ساي كلفت كلفت ناس بتطلص والإشاعات. يلا نحن خالفنا وده خالف، يبقى هنا جيشنا انتهى. عشان كده الانتصارات اللي اتحققت أمس اتحققت بالقيادة، اتحققت بهم كلهم. بس في ناس خجلانة، في ناس فوق خجلانة، خجلانة من شنو؟ عندها التزامات، عندها التزامات انه درمان دي ما تتحرر، والمناطق دي ما يمشوا، والمناطق دي ما يجوها، والمناطق دي يقعدوا فيها. كانه في اتفاق، كانه برسل رساله للناس ديل، ديل ما نحن، ديل ما نحن، ديل الناس الخالف وخلاص. الناس زهجت، ليه هنا تمام، ليه هنا تمام. الليله الشغل ماشي احسن من امس، وانا قلت لك 3 يوم، قلت لك اول امس لما طلعت قلت لك بعد الكلام اللي قاله برهان ده 3 يوم، مع انه الخطاب ما بيمثلنا ولا، لكن 3 يوم الشغل استمر بنفسه وفي شغل، معناته في فعلا الخطاب كان لحاجه محدده، انه البلد انتقلت لشغل ثاني. وفعلا دي الحقيقه، طيران اللي اشتغل الايامات دي ما شفنا بدايه الحرب، اول يوم في الحرب شفنا كده، ثاني يوم شفنا، لكن ثاني ما شفنا زي الشغل بتاع الطيران الامس واول امس، والشغل بتاع الليل المسيرات في شرق النيل ما شفنا كلام زي ده، ما شوف كلام زي ده ما شفنا. ده أول مرة الجيش يشتغل كأنه جيش، يعني جيش جيش شغل صف انتباه قدام، ما في ورا. ده الشغل العام بتاع الجيش، ماشي قدام، دايس مورد عباسية حرة، عباسية حرة، مورد جوا، مورد دي كان بيجي
مدخل. ليه؟ ما بعرف السبب. الآن ما في شارع الأربعين جوا الآن مأمن عبدين كلها جيش، التجار الماحي جيش، عمارة التأمينات جيش، ولسه ماشي قدام ما في وقفة. ده الجيش اللي بنعرفه، ده الجيش اللي مننا، ده الجيش هو جيش واحد شعب واحد. الشغل ده واضح، ما في جنجويد. الآن انت ممكن تستلم البلد الليلة، ما في جنجويد، انتهوا خلاص، ماضي ماضي. الآن جنجويد ماضي. الآن القحاط، أنا قلت لك مما القحاط طلعوا وبدوا عاينوا ويهددوا بالتدخلات الخارجية، أنا قلت لك الناس دي خلاص مهزومين، والقرار طلع من فوق أنه نظافة بس. القرار ده ما بجيبوا لك من فوق، بيقول لك طلع قال نظافة بس، لأنه في التزامات. الناس الفوق عندهم التزامات، والما عارف الكلام ده يعرف، ما بيقدر يطلع يقول لك أنا اديت تعليمات وينظف. حيقول لك في ضباط خالفوا، حيقول لك في ضباط مشوا براون، حيقول لك في ضباط عملوا، وكله متفق عليه. احنا في النهاية دايرين شنو؟ دايرين مؤسستنا تفضل كما هي، سوداننا يتحرر. لكن سودان يتحرر بدون مؤسسة ما بينفع معنا. ما هو يتحرر يعني شنو؟ كده احنا فقدنا العمود الفقري. كده زي الزول قال لك عيش عيش، اداك الحياة عيش، وشال منك عمود الفقري. لا حتقدر تتحرك، لا حتقدر تاكل، لا حتقدر تشرب. دي وفاة، شهادة وفاة. دمار قواتنا المسلحة شهادة وفاة للدولة السودانية. انتصارنا احنا دارين نكون بقواتنا المسلحة متماسكة، زي ما دخلناه بقوات مسلحة متماسكة نطلع منه بقوات مسلحة متماسكة. لأن المعركة دي ما قامت ضدك انت، ولا قامت ضد جيشك بعد ما ينتهوا من جيشك عشان يسيطروا على دولتك. فكونك تيجي تعمل خلاص الناس خالفت، وخلاص انت ابو العريف، كلنا عارفين الحاصل وكلمونا من نمس. لكن ما بنطلع ننشر نكذب، ولم نطلع نقول والله في ناس ما عارفه نحن اوعى من ما يسوقونا. حتى لو في عساكر فرحانين، هاي في ناس فرحوا بالانتصار ده وقالوا كلمات، هاي انا بشوفها في لحظه فرح، ما عليهم ما فيها غضاضه. لكن ده ما المنهج الحاصل مع الضباط حقينهم اللي كانوا ماشيين معهم. ده ما الفكره، انه هو طالعين من المنطقه دي خلاص خالفوا تعليماته طالعين. تبقى دينا، احنا فقدنا دولتنا وفقدنا جيشنا، لانه احنا اللي بيميزنا بين احنا والميليشيا، احنا عندنا قياده، عندنا تعليمات، عندنا رقم، عندنا اعلى اكبر منك او اعلى منك رتبه، اعلى منك بمليون سنه، عندنا اقدميه، اقدم منك افهم منك، اقدم منك افهم منك. ففي حاجات طلعت هاي فرحه، لانه تفاجئوا بحاجه، تفاجئوا الناس دي طلعت يا جماعه وفي راسها انه حتمشي تلقى الجنجويد ده في كل مكان، حيخشوا معارك شرسه. الناس دي طلعت ما لقت حاجه، لقت لها جنجويد قاعدين في بيت بتاع مخدرات، وخلينا العربيه جوا ومبطله ولا شغاله ولا حتدور. لقى الجنجويد قاعد في بيت بتاع ضعاره، لقى الجنجويد قاعد مع الفداديه، لقى الجنجويد سارق له حاجاته وقاعدين بيلعبوا كشتينه. يعني ما في جنجويد الناس يخافوا منهم ولا في حاجة. البلد جات الانتصار، جا البلد ماشي للانتصار، ماشي. القرار اتخذوه، انا بقول لك القرار اتخذوه، لانه لو ما اتخذوا القرار الثاني طالع. اما يتخذ القرار بالتنظيف الان والانتشار الان، اما القرار حقه ونهون ذاته من الفوق طالع من المؤسسة العسكرية. ما قرارك، اما يستعجل ويطلع القرار الصحيح والشعب السوداني يكون مبسوط وعارف بلده جايه، او جايه قرار ثاني حيشيلهم كلهم برا. ودي الحقيقه، دي الحقيقه، دي ما فيها مفر اصله، دي ما فيها مفر. والتغيير سنه الحياه وسنه اي مؤسسه عسكريه، لازم يكون فيها تغيير، فيها دماء جديده، فيها طالما فشلت 9 شهور الناس الجايين يجوا يشتغلوا. ما عيب ولا حرام ولا فيها غضاضة ولا فيها تأثير، لأنه الناس دي ما تقعد تتفرج وبلدها بتضيع. الآن اللمس الشعب السوداني كله نايم مبسوط، من أول لمس الشعب السوداني كله مبسوط، الشعب السوداني فرحان.
ناس ام درمان فرحانين، قسما بالله العظيم فرحانين. العباسية دي ما نامت عديل، فرحانة عديل الموردة ما نامت. في ناس قاعدين اليوم 9 شهور بيعانوا، في كل يومين 3 بياكلوا وجبة، والوجبة ذاتها ما بدها لهم كده، لازم تستأذن ولازم تمر ولازم تعبر. الآن أحرار، الآن لقوا جيشه، كيف ما يفرحوا فرحان. كل الشعب الآن فرحان، الشغل ده ما دار إنه وقيف. يعني ما تجي ندي خلاص انجزنا وصفقنا تمش تنوم تقول لي والله جات، لا طوالي جوا ما يقيف. طالما النازل اضعف حالتهم. الان ام درمان ما فيها، المويلح ما فيها، الناس الطالعين من المويلح ما في دخول، قال لك ما في دخول من برا زي زمان. كلمونا ناس المويلح قالوا زمانك بيجوا، لكن الان ما في دخول نهائيا، ما في نهاية. في ناس طالعة، وحتى الناس الطالعة ما طالعة بعربات ولا طالعة برجولة، طالعة برجولة وفاضية ما عندها أي حاجة، لا جلابيته وطالعة ولا شيء، لا سلاح، رميها ومشت. معناته في شغل. معناته الآن الليلة نسمع حاجة أكيد وأكيد ونص سجل علي، الليلة حتسمع حاجة كبيرة. أنا أقول لك الحقيقة، الليلة حتسمع حاجة كبيرة جدا جدا جدا. الليلة حتسمع حاجة كبيرة وفرحة شفتها حتعم البلد دي كلها. لأنه يا جماعة الشغل ده ما شغل رجالة ولا مقدرات، ولا الناس دي اللي عندهم مقدرات. أنا نزلت لك فيديو في التليجرام، الفيديو ده كان قبل فترة. فيه دنيا زايلة تحت الناس دي، الناس الغواطة الخاصة حقتهم، شوفهم كانوا دنيا زايلة كيف، وميتين كيف، وكمياتهم كيف. شوف الجيش ده كان منتشر كيف وبدمر فيهم كيف. ده هنا لما الجيش كان حاسس بالخطر، لما الجيش كان شغال حرب، لما الجيش كان خدت للقوة دي احتبار، كان بينزل غوات خاصة بتمشي تنزل بالليل عديل، مداهمات ليلية بينتهوا لهم من 5000 6000، وبيركبوا طيارتهم وبيرجعوا. شغل كان شغل الوقت ده، كان الجيش لسه ما شعر بالامان، لسه القوه دي كانت كبيره. اشتغل فيهم حرب رسمي وشعبي، ما اشتغل تلبت ولا اشتغل تدسدس ولا اشتغل اي حاجه، اشتغل فيهم حرب، معسكرات كامله ابادوت 250، بينزلون بطيران قوات خاصه، بيخشوا على النازل بيرقدون سلطه، لا أبادهم بطيران ضربهم أبادهم، عينك. ده لما الجيش كان حاسس بأنه الناس دي فيهم رقشة. الآن الجيش الفترة الفاتت دي كلها الجيش مقتنع، والقيادة مقتنعة وعارف الحجم بتاعهم، وهي المقدرة وخادت أنه الشغل ده انت هي عارفة أي حاجة. لو قلت لك ما عارفة أنا أكون كذاب، عشان كده ما شايلة، لا ما خايفة ولا شيء لها، ما عليه مهلتها. ده الوقت الأنسب لأنها تطلع بأكثر فوائد. في ناس عندهم كده دارين يطلعوا بفائدة، في ناس بتاجروا، في ناس بيشتروا في الشقق، في ناس بيعملوا في استثمارات. ودي الحقيقة. لو قلت لك كلامي ده غلط أتحداك أثبت لك دي لو براهين. ما بنقول لك حاجة كذب ولا بنهزر، ولا لما نقول حاجة واثقين فيها ويدنا مالينا منها. الشغل اللي حصل ده شغل عجيب جدا جدا جدا، ومبروك مهندسين ما قصرتوا، احنا عارفين ما بيدكم من الاول وعارفين، لكن احنا دارين الشغل ده يستمر، دارين الشغل زي ده يستمر. البلد ما في حاجة، وانت شفتوا بعينكم، لا لقيتكم جيوش ولا لقيتكم متحركات ولا شفتوا لكم حاجة، لقيتكم تاتشر وسناي واحد احتمال في كل المنطقة، تاتشر وسناي واحد، ولقيتكم أكسن بهنا وبوكسي بهنا، تاني لقاكم شنو؟ ما لقاكم حاجة. دين لو كنتوا راكبين عجلات ما كنتوا حررتوها من زمان؟ والله لو بعجلات كنتوا حررتوها، والله عجلات لو ساكن عجلات انتوا كنتوا حررتوها. يعني الشغلة ما قاسية، والشغلة ما مفزعة ولا مخيفة ولا بتجيب، بالعكس احنا متأكدين وواثقين.
شغل احتمال يتاخر لكن احتمال لخير. احنا ما بنقول والله لو 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 تفتح عمل الشيطان، لكن ربنا اراد لنا انه يتاخر ويجي لاسه ولاسباب كثير لخير، نقول لخير والحمد لله انه في حركه وباذن الله تعالى جاي وطن. شفنا محمد صديق طلع، كلام اللي قاله محمد صديق ده الناس تخطه قدام، هاي كلامه واضح صريح. قال انا رجعوني وكذا وما رجعوا، محمد صديق كان كل مره بيمشي عشان ارجعه ما رجعوا. ليه رجعوا الان؟ هل خوفا من محمد صديق؟ لا لا، خوفا من الحشد اللي بيجي حوالين محمد صديق. دي الحقيقه. يعني محمد صديق الان رجعوه، والله العظيم دي خطوه اتاخرت، لكن رجعوه ليه؟ لانه هو محمد صديق؟ لا لا، لانه محمد صديق بتجعه حوالين المقاومه الشعبيه، البعبع المخيف. يعني الدوله هسه لو سالتها خايفه من شنو؟ المقاومه الشعبيه. العالم خايف من شنو؟ المقاومه الشعبيه. مجلس الامن خايف من شنو؟ لانه المقاومه الشعبيه مستحيل تحاكم ليك دوله، مستحيل يطلع مجلس الامن عشان يفرض عقوبات على دوله كامله بتدافع عن نفسها، مستحيل يفرض عقوبات على دوله كامله. دي مقاومه دوله، المقاومه الشعبيه دوله كامله. عشان كده جابوا محمد صديق ورجعوه، وهو طلب منه يشتغل مع المقاومه الشعبيه. تمام، كلام جميل. كونوا كتائب، اسمها كتائب المهام الخاصه. كتائب المهام الخاصه سمعناه عندها شعار وعندها حاجاته، والشغل بتاعها هيكون وين؟ ما حيكون جوا، حيكون برا. وده الخطاب اللي احنا دايرينه. ليه هنا انا معاك، ابدا من برا، ما تبدا جوا، ما تحرز جوا. يعني كونك تشيل الناس وتدربهم وتخطهم وتقعد تحرز هنا، ده غلط. احنا دايرين الشغل برا، شغل برا، مهام الخاص دي برا، كتائب المهام الخاص برا، تابع للمقاومة الشعبية المهام الخاص. ديل شغالين وطنية، ما شغالين بقرش ولا تعريفة، ديل شغالين حب وطن، ديل شغالين دفاع عن أعراضهم وعن بيوتهم وعن مالهم وعن أرضهم وعرضهم. كتائب المهام الخاصة دي الكتائب الماسكة محمد صديق، دي الكتائب المسكوها لمحمد صديق. هاي محمد صديق خافوا منه لانه حيتلفوا حوالين المقاومه، ممكن المقاومه تكون جسم موازي، وهنا هون حيحسوا بالخطر لانه الفوق. انا بقول لك السلطه يا جماعه، الكرسي بتاع السلطه ده بيزغلل العين، اقسم بالله العظيم الكرسي بتاع السلطه ده فوق بيزغلل العين، بيخلي الزول ما يشوف، بيخلي الزول تفكيره كله يقعد فيه كيف ما يقوم منه، بيخلي الزول شفته بس بعين فيه كده في الكرسي ده باي وسيله ما داري يقوم منه، بيكون ضعيف امام الكرسي ده، بيضعف. الا الناس الشبعانه، الناس اللي اساسا في الدنيا دي ما عندها مشكله، ما زي سوار الذهب ما كان داير يحكم ولا كان داير سلطه ولا، بالعكس جا زاهد فيها سلمها اليوم، هاكون هاكون ليه هاكون السلطه، انا ما داير هاكون السلطه. لكن برهان، لا برهان عنده الحب بتاع السلطة، عنده دي حقيقة، عنده الحب بتاع السلطة، عنده حاجة داير يعملها، داير يقعد في الكرسي ده بالعوج بالعديل. لو قلت لك ما داير يقعد يكون كذاب، داير يقعد. عشان كده لما شعر بأنه المقاومة الشعبية طلع مالك عقار قال لك المقاومة الشعبية لازم تكون تحت الجيش، بعد شوية محمد صديق، بعد شوية الآن جابوا رجعوا محمد صديق الجيش، قالوا محمد صديق خلاص أنت تكون مسؤول من المقاومة الشعبية، نعمل كتائب كده هناي، لكن وين؟ يكون تحت شنو؟ تحت عباد القوات المسلحة والحكومة، الحكومة السودانية. نحن هنا بنقول لهم ما في مشكلة، لكن قسما بالله العظيم البلد تقعدوا تعاينوا وتتفرجوا وتقعدوا ما تدينوا الأمارات وما تدينوا، دي كتائبنا حقتنا المهام الخاصة. ما في حاجة اسمها دي ملك، دي ما ملك. الناس دي عارفين الوطن وين، وما في زول بيشتريه، ولا شغالين بمرتبات ولا شغالين برتبة ولا شغالين بحاجة، شغالين للوطن، شغالين للوطن. الناس يا جماعة في كل المناطق تفعل المقاومة الشعبية المسلحة، تعمل جروباتها، تتنظم، تترتب، تسوي غايد،
تسوي حاجاتها كل السودان، لأن المقاومة الشعبية دي غير الحريب، بعدين عندها شغل ميداني، عندها شغل في الطابور الخامس، عندها شغل في القحاط أقبض قحاطي، عندها شغل في الخلايا النائمة، عندها شغل في التأمين، عندها شغل في أي حاجة. المقاومة الشعبية تاني مرتبطة بالمواطن. المقاومة الشعبية المسلحة ارتباط وثيق بالمواطن، ما عندها ارتباط بالسلطة فوق، حتى لما نجي القانون والدستور يتعامل لها دستور غايم بذاته، هي قوات احتياطية احتياطية احتياطية، هي قوات احتياطية، ما عندها علاقة في السلطة بالجيش وبأمورها في، لا لا، قوات احتياطية عندها غايد تابع للدولة السودانية، لكن ما تابع عليه الغايد العام بتاعها، لا لا ما تابع عليه زول، تابع للدولة السودانية. دي قوات احتياطية اللي هي دي فيها المقاومة الشعبية، اللي هي بتكون معانا بتوفر الخدمات، اللي هي بتكون حارس الحي الجديد منه القديم منه، الناس السكنوا من 2019 منه، الناس اللي اشتروا بيوت منه. يا جماعة محتاجين داتا كبيرة، الداتا الكبيرة دي ما بتجي إلا بالتنظيم، محتاجين داتا من 2019، الداتا دي عشان تحافظ على بلدك تاني لمدة 100 سنة، والانتصار ده يكون مثبت في الأرض، لازم تكون عندك داتا. كل منطقة فيها مقاومة شعبية بتحصر الناس اللي سكنوا 2019، الناس الغنى 2019 وانت جاي، الناس اللي فجأة كده ظهرت 2000، لازم الكلام ده كله تعريف لو احنا دايرين ننظف ودايرين نبني دولة. المقاومة الشعبية الآن دورها دفاعي في الميدان ودورها هجومي في الميدان، لكن بعد ما تنتهي، بعد ما تنتهي الحرب وننتصر، عندها دور تاني أهم، دورها هم 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 بكثير. عشان كده الناس الغرى المدن كل الناس تفعل المقاومة الشعبية، جروبك بتاع المقاومة الشعبية، صفحتك بتاعت المقاومة الشعبية، الآن كل نشوف مقاومة الشعبية الحصحيصة، المقاومة الشعبية الكاملين، المقاومة الشعبية مدني، المقاومة الشعبية شندي، المقاومة الشعبية صفحات، المقاومة الشعبية صفحات بناسة، ما دارين صفحات سايقين ناس قاعدين برا، لا، ناس جوا كونوا مقاومتنا الشعبية. اتنين مسكونا الإعلام طوال، عملوا الصفحة وكلهم عارفين هذه صفحتهم بتمثلهم بتحت المنطقة دي، اللي بتنزل فيها الأخبار دي، اللي بتنزل فيها التحذيرات دي، اللي بتنزل فيها الحقائق. احنا دارين كده، الشغل ده بيتم سهل تساهل، والله ما داير لي حاجة لو الناس دايرة. هالآن احنا ماشيين في السكة الصحيحة وماشي للانتصارات، ومن انتصار لانتصار، والليلة بإذن الله الليلة حتسمعوا خبر جميل. ده أنا والله العظيم أنا ما بقدر أقول، لكن والله الليلة في خبر جميل، خبر والله العظيم يبسطك. وسمعنا خبر بهناك قال لك 72 ساعة ممكن حكومة حرب، لو طلع الخبر ده والله جميل جدا، ده خبر براو جميل، لكن في خبر في الميدان أجمل من الخبر بتاع الحكومة ال 72 ساعة. ال 72 ساعة قالوا في حكومة، وإحنا سمعنا الكلام ده، إحنا لو ما طلع البرهان قال دي الحكومة ودي الولاء يتغيروا ودي الحكومة عسكرية، نحن ما بنصدق. قصة في اجتماعات 72 ساعة دي أنا ما بصدق، أنا داير أشوف بيان بالعمل، أنا فقدت المصداقية، أنا داير بيان بالعمل، تطلعوا في التلفزيون تقول لنا كده نقول خلاص دي حكومتنا. لكن قالوا قلنا قالوا قلنا وقالوا قالوا قالوا ما بتنفع معانا. ولا تطلع تطبل بيه، قالوا قالوا يطلع قرارات، اطلع يدين، اطلع يتكلم. وزير الخارجية ده برا، يجيب وزير خارجية بحلم دولة، عنده ضباط بتاع الجيش دارسين علاقات دولية ودارسين دبلوماسية ودارسين كل حاجة، يجيبهم، يجيب له ضابط من الجيش عادي علاقات خارجية، ما في حاجة. ولا في وزير خارجية خدت لنا واحد ما عنده حاجة، ما عنده حاجة على صادق، ليه على عجبه في على صادق ده شنو برهة، على عجبه في شنو، على عجبه في على صادق ده شنو، هل هو خبرة، هل هو اللي بيتكلم؟ شال الزول اللي كان افهم من علي صادق دفع الله، شال الزول اللي بيفهم، الزول اللي بيخطط، الزول العارف، الزول الفاهم، الزول الوطني اللي وقف المذيع لما قالت له كده قال لا ترجعي وتعتذري وتقولي ولا ما كمل وكملت، ده احنا دارين زي الزول ده، شالوا خطوا لنا الخنيطة وشالوا الزول الرجال، شالوا الزول الوطني وخطوا لنا الخنيطة، لا لا احنا دارين تغيير عديل، ما تغيير ليب، ما في مصالح تاني، والله مصالح ما في،
والله العظيم اي زول اشترى حاجه، اي زول اشترى له شقه، اي زول اشترى له ارض، اي زول شال له حاجه، والله نخلص من حباب عيني. والله العظيم انتوا بتشوفوه بعيد، والله نحن بنشوف هذول قدامنا بنخلص فيه، وهذا وانا شايفك بنخلص منه عشان ما تتعبوا تشتروا ساي وتمشوا والله من حباب عينيك، والله من حباب عينيك، والله حقنا ما يسرق، بلدنا ما تسرق. راتبك كم بيخليك تشتري شقه بمليون و300 دولار؟ كم عندك انت راتب؟ شغال شنو انت؟ شغال شنو؟ راتبك كم؟ ما عندك راتب بيخليك تشتري شقه بمليون و300 دولار؟ ما في. تقول لنا الشعب ده بليد؟ والله حقنا ناخده من حباب عينيكم، قسما بالله العلي العظيم حقنا من حباب عينيكم. ده وطننا، اي خيرات فيه ده حقتنا كلنا، اي ذهب ده حقتنا، اي سمك عربي ده حقنا، ما عندكم حاجه بتشيلوا فيها. والله نخلص من حباب عينيكم عشان تكونوا عارفين احنا ما حاطه بني سيصرخون، ولا بنقول لك سيصرخون، نحن بنبلك ونقول لك بنبل لك بليناك وانتهينا، لكن ما بنقول لك حتصرخ، والله ما نقول لك بتصرخ، نقول لك بليناك، والله نربطك فوق ونقول لك بليناك، والله منو ما كنت، والله رجولك تمشي للسماء وراسك لتحت، والله نطلع منك تقرس، نطلع منك قريس، شفت كده قريس، والله نطلع منك. لكن وطننا ده عشان الحراميه اللي قاعدين في مصر والشلاليات احنا عارفين بمعلومات كامله. ما انا لو حصل اي عادي في 500 نفر عارفين. الوطن ده ما بيمشي الا بالعداله والقانون. الوطن ده ما بيمشي الا بيرجع الحقوق لاصحابه. الوطن ده ما بيمشي الا بالمساواه. الوطن ما بيمشي الا في القانون يمشي على الكبير قبل الصغير. القانون يطبق، العداله تطبق في البرهان قبل يطبق في المواطن. العداله تطبق في كباشي قبل تطبق في المواطن. كده في دوله. في كده في دولة، لكن دولة قانون تحت وفوق ما في كذابين. كان تكونوا عارفين احنا ما شعبي بليد ولا غبي. الدار يمشي اشتري اشتري، الدار ياخذ ياخذ، الدار يعمل يعمل، لكن بتجي الدولة وبيجي البلد وبتجي وغصبا عنكم. والله لو قعدنا مليون سنة البلد دي ما تجي ونشيل حاجنا وما بنرتاح، حاجاتنا منك وما بنرتاح. دي احنا خدتنا قدامنا دفعنا ثمن كامل. سددنا فاتورة كاملة، لازم نشيل الثمن. الثمن ده شنو؟ وطن. وطن يسع الشرفة ما يسع الجميع. أصله ما يسع الجميع، وطن يسع الشرفة، يسع الناس اللي بيقولوا جيش واحد شعب واحد باختلافنا معه، يسع الشرفة. يعني ما تقول لي وطن كبير يسع الجميع. زمان ده انتهى الوطن الكبير يسع الجميع، ده كمل. قال لك منه الآن وطن يسعى الشرفة، يسعى جيش واحد شعب واحد فقط. ناس لا للحرب دين يمشوا شوفوا لون انداية يعيشوا فيها، يمشوا شوفوا لون بالضعارة يعيشوا فيه، يمشوا شوفوا لون دويلة تشغلوا عبيد هناك، لكن هنا في السودان ما عندهم وجود. رجالة رجالة بنوزع الوطنية، انت وطني وانت ما وطني، ونوزع الجنسية انت سوداني وانت ما سوداني، وطص في اي زون. دي الحقيقة. وقسما بالله العظيم ننتقم منكم، وقسما بالله العظيم ننتقم منكم يا جحاطة، وقسما بالله يا عملاء ننتقم منكم عشان تكونوا عارفين ما في رحمة ولا في رأفة ولا في حاجة ولا في رجعة له وراء. الله يديكم الصحة والعافية وبإذن الله تعالى ومنتصرين. الناس ما تسمع الطلس وتشير الطلس، الناس ما تخرب على مؤسستها تحت الجيش، الناس ما تدمر في مؤسستها تحت الجيش. ما في خلافات، ما في مخالف سعادتك، ما في الكلام ده. دي كانت خطوة حتكون أخيرة. لو البلد لقيناه ماشى تنهار خلاص تشك وتتوزع من جديد، لكن البلد الآن اتلحقت واللي مر طيبة وماشى، لا في ذول مخالف ولا في ذول طلع كل الناس دي طالعة الآن بتكاتل عشانك انت وعشان الوطن. الآن كل الجيش طالع مع بعض ماشيين كلهم من جيش، كلهم عمل خاص، جيش، ابو طيره، جهاز امن، كلهم في الشارع الان ماشيين شغالين. ام درمان دي باذن الواحد الاحد قريب تسمع اخبار مفرحه باذن الواحد الاحد. الله يديكم الصحه والعافيه.